بعد اجتيازهم مسافة طويلة من الشمال إلى عمق الجنوب، يصل أعضاء جمعية طمزين الخيرية قادمين من طرابلس، يرافقهم أعضاء جمعية عضاء الخير بتراغن إلى منطقتي مغوى والطويلة، وذلك للوقوف على الاحتياجات المعيشية والمرافق التي تحتاج إلى الدعم من المؤسسات الخيرية. استقبلنا الجمعية الخيرية طمزين من مدينة طرابلس، وهي آتية إلى منطقة مغوى لتقدم الأعمال الخيرية قدر الاستطاعة التي تقدمها لنا من الخدمات في الصحية والخدمات المياه التي تعاني منها المنطقة. حفاوة استقبال حظي بها الوفد الزائر الذي عاين الأوضاع في المنطقتين، وبدأ في التحضير لوضع خطة تقضي بمعالجة عدد من الإشكاليات والصعوبات التي يعيشها المواطنون. مدينة مغوى تعاني من أزمة في المياه، تعاني من أزمات عديدة، وعلى أهمها هي المياه الحلوة، وبإذن الله يوجد لديهم خزان مياه تالف، توجهنا إلى الخزان وسنحيل الأمر إلى المحسنين في مدينة طرابلس. رسالة شديدة اللهجة قدمها مدير عام جمعية طمزين للأعمال الخيرية إلى المسؤولين الذين يتقاضون رواتب لو اقتطع جزء منها، لا أغنت أهالي المنطقتين عن كثير من الاحتياجات. نعيد مرتب سنة واحدة لأحد المسؤولين لسنة كاملة يحل مشاكل مغوى بالكامل، سواء من المياه أو تحلية مياه، سواء من محطة بنزين أو من مصرف. يعني المنطقة لا يوجد بها أي مرفق من المرافق اللي يحتاجها الإنسان. هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، بل ستشمل أيضا عدة مناطق في الجنوب من أجل تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أبسط حقوقهم.